نجاحات عربية وعالمية حققتها الدراما التركية، وانتشار غير مسبوق على شاشات 142 دولة، مع سيطرة واضحة للمسلسلات التاريخية. أرطغرل، عاصمة عبد الحميد، كوت العمارة وغيرها تظهر تعطشاً لإعادة قراءة التاريخ بعيداً عن الأكاذيب ودون تشويه. الهدف الذي تعمل على تحقيقه الدراما التركية دون أن تغفل الجوانب الإنسانية أو إبراز الجمال الطبيعي لتركيا، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات.